القضية اللي حصلت في أيام الإمام الباقر عليه السلام، لما ملك الروم أراد أن يكتب شتم رسول الله على عملة النقد المتداولة بين المسلمين، هذا مذكور في التاريخ. يقولون هشام ابن عبد الملك اللي كان ذاك الوقت هو الحاكم التفت فديوم إلى الدينار الذي يتعامل به المسلمون، فوجد عليه كتابة باللغة الرومية ما يدري شنو، فأغراه الفضول أن يعرف شنو مكتوب هذا، جابوا مترجم يعرف اللغة الرومية فقرأ عليه وإذا به مكتوب عقيدة التثليث المسيحية باسم الرب باسم الأب والابن والروح القدس. طيب هاي عقيدة التثليث اللي موجودة عندهم، أنه الذي يدير الكون هو هؤلاء الثلاثة مو الله الواحد الأحد، وإلى الآن هذا الكلام موجود عندهم. طيب للقرآن الكريم أشار إليه أنه النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني أكو ثلاثة، هو الابن اللي هو عيسى بن مريم وروح القدس والأب اللي هو الله. طيب فلما قرأ هذا قال عمي احنا قاعدين نتعامل بعملة يوميا المسلمون يتبادلونها فيما بينهم، وعليها هذا الامر اللي في رأينا هذا كفر بالله شرك بالله، ما يكون هذا ابدا. فكتب الى ملك الروم انه غير لنا هذا الكتابة لان احنا مسلمون ولا نريد ان نتعامل مع هذا. ملك الروم رد عليه جواب أنت قاعد تغير شيء جرى عليه آباؤك، فإذا كان هذا غلط يعني آباؤك كانوا غلطانين، وإذا هذا صحيح ليش تغيره؟ وإن أبيت يعني إذا أصررت على ذلك إحنا من الممكن نغير هذا ونكتب في العملة شتم نبيكم، وأنتم محتاجين إلى عملتنا وتتعاملوا فيها، يعني سك النقود كان في تلك الأماكن. فتورط هذا الخليفة الأموي وقال أنا فتحت على نفسي باب ما أعرف شلون أطلع من عنده، لو إحنا ما دخلنا في هالموضوع كان أحسن، لا إحنا قادرين على الاستغناء لأن العملة بيدهم، وإذا مثلا تركنا التعامل معهم يرجعون إلى التعامل بالأجناس، أعطي كيلو حنطة حتى يرجعوا لك كيلو سكر وعلى هالمعدل، وهذا ما يمكن. فظل متفكر، عرض الأمر على بعض من يليه ما وجدوا جواب. فأحد الجالسين عنده قال له أنت غافل عن حل القضية الأساسي وهو عند محمد بن علي الباقر سلام الله عليه. قال له وترى عنده حل القضية؟ قال له نعم. قال أخبروه. فأخبر الإمام عليه السلام بالقضية. الإمام ما قال لأن الحاكم هذا ظالم وأموي أنا ما لي شغل أو ما علي، لا، الآن التهديد صار على مستوى الأمة، على مستوى هذه الأمة تواجه تحدي من هالقبيل. فالإمام الباقر عليه السلام قال له ما عليك من هذا ما عليك من الحاكم الرومي، أرسل إليه رسالة وقل له إحنا ما نريد أصلا نتعامل بنقدكم حتى لو كتبتم فيه مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا راح نسك النقد عندنا. طيب وأخبر الحاكم الأموي بأنه تعال أنت اجمع هذه النقود الموجودة وسجل كل واحد كم أعطى، هذا أعطى 500 دينار، ذاك أعطى 1000 دينار، هذا أعطى كذا بأوزانها، ثم قم بسكها بهذه الطريقة، اصنع قوالب وسك فيها شيء معين واكتب عليها كذا وكذا، وعلمها الطريقة وقال له انت ما تحتاج إلهم اصلا، فاجعل سك النقود في بلادك ايضا، وبعد ذلك اي واحد اللي اعطى مبلغ من المال رجع اليه ما يعادله من الدراهم المسكوكة الجديدة. وعلم بشكل تفصيلي هذا الأمر، هذا اللي جعل سك النقود في داخل بلد المسلمين
غير قضية أنه هذا مكتوب عليه عقائد باطلة، أنقذ بذلك استقلال الأمة الاقتصادي. إحنا اليوم نعرف أنه إذا كان بلد اقتصاده مرهون بيد بلد آخر شنو؟ هذا يشكل من مخاطر، والاستقلال شنو يشكل من فوائد. الإمام الباقر عليه السلام في تلك الفترة أنقذ الأمة واستقلالها الاقتصادي، وتدخل في هذا الجانب تدخل مباشر. ما قال أنا مالي شغل، ما قال أنا ما علي، وأنه هذول الحكام ظالمون. صحيح هم ظالمون، ولكن الآن الخطر يتهدد الأمة.